جاني فيديو طوله 5 ثواني ويضرب يضرب في دمرار يدور فيه كان يعني سمع فيه في البنديكس يعني لا اتكلم ولا شيء. عموما نقولش ديما نخرنا على الحاجة هذه. هو شنو اللي يصير هذا البنديكس يسموه هذا البن يسموه البنديكس احنا هذا هذا هنا خارج البر الاخير هذا يدور هو يعني يدور الموتور. كيفاش يدور الموتور؟ لازم يخرج لبرا لازم يخرج لبرا باش يوصل يمشي للفولون موتور وعاود يرجع. هذا احيانا يا اما هذه تبدا مش باهيه اللي هي ريلي فوق منه هذه البرد نقول احنا فوق منه هذه يبدا ما يخرج طبعا ما يوصلش للفولون يولي يبن في الفرق. وساعات كي يخرج هو بيدو من مكانه يخرج يمشي للفولون موتور هو بيدو فيه كيلو امبرياج يولي يدور يفلت نقول احنا بانديكس يفلت. هذا شنو هو المشكله خاطر هذا ريت عاملين له المسافه هذه شتو المسافه هذه باش يخرج فيها ويرجع يخرج فيها ويرجع يخرج يخدم الموتور ويعاود يرجع في مكانه. ساعات هذا ما يخرج يقعد يبن في مكانه خاطر هذا ما عطاش خاطر هذا الريلي ما تخدمش فيها فرشات الداخل تخرجها هكا علاش يعني يولي يبن في مكانه. الديفو هذاك اللي هو توي يبري فيها فيه هاونا كونا يا اما هذايا البنديكس هو اللي فيه مشكله يا اما الريلي ما حس ما سمعت الصوت لان 5 ثواني ما نجمش نفهم 5 ثواني حس ما سمعت الصوت كون هذه ما تخدمش الريلي هذه ما تخدمش ما تخرجش البنديكس البر. هذا اللي فهمته.